هبل احسن شعار شفته والله. هيش الميل الركبه والجون الركبه. مازلت كي غرقت تونس يعني قبل بنهارين. والجون من قبل احنا غارقين في الجون. 3000 مليار يتحبوا منها البنك الفرنسي التونسي. فرنسا تحب من تونس، احنا نحبوا من تونس، احنا نحبوا من فرنسا. قلت رجع لنا ثرواتنا تو وقتها تاخذ جون نتاعها. هذا شعار ضد يوسف الشاهد يعيط يا بابا يامي. اللي مخوفني انا ومش الماء للركبة، هي الديون اللي جايتنا وخاصة منها قضية البيفتي اللي مش يقاساها الشعب التونسي وتو تشوفوا المعاناة متاعها. الشعار يمثل حالة تعتوى، أما أنا اللي مخوفني هي المديونية تاع وين وصلت تونس لها، ومخوفتني قضية البيفتي اللي مش تكلفنا ياسر غالية واللي احنا مش نخلصوها بسبب أخطاء تاع حوكمة أو سوء حوكمة، والحكومات كلها تتحمل مسؤوليتها في التفليس هذايا اللي مش يوقع من جراء عدم الأخذ بعين الاعتبار ملف البيفتي. هذه معناها مقولة شعبية معناها نسيدها تماما، باعتبار معناها الحكومات وخاصة الحكومة الحالية بينت إفلاس على جميع الأصعدة. نسبة التدين معناها تكاد تكون 80% من الناتج المحلي الخام، هناك ثم نهم على المديونية. هذا يراجع الأسباب عميقة، غياب الحوكمة الرشيدة، غياب حسن التصرف في موارد الدولة. أصبحت معناها الاقتراض الأجنبي استراتيجية ثابتة لدى الحكومات، وهي الطريقة السهلة بعيد على معناها البحث عن موارد ذاتية، وذلك راجع معناها إلى غياب معناها رؤية واضحة وشفافية في تعقب أموال الدولة المهدورة، سواء معناها أملاك المصادة وحسن التصرف فيها، سواء الأموال معناها اللي خارج البلاد التونسية وهي في البنوك الأجنبية وهو ملف خطير لم تتعامل معه الحكومات سواء السابقة أو الحالية بحرفية قانونية تامة. زد على ذلك معناها قضية العدالة الجبائية، وما أدراك ما العدالة الجبائية، يكاد تكون معناها المؤسسات ورجال الأعمال النافين داخل المنظومة فهمت متهربين، وقد أثبت كل المؤسسات المالية العالمية بأن تونس تكاد تكون جنة ضريبية، وإن كنا نقلوا من أن تكون جنة ضريبية إلا أن العدالة الجبائية غايبة في تونس، وهي أحكام منصوص عليها الدستور. كل مواطن تونسي سواء كان كل شخص معنوي أو شخص مادي مطالب بأداء الضريبة على قدر المساواة، إلا أن هذه معناها غياب تام لمعناها البحث عن مواد ذاتية للدولة، وهي معناها المواد الجبائية التي تكون معناها 70% من السياسة. إنه ملخص القول معناها حكومة غايبة، حكومة فاشلة. والله كلام التوانسة دي كان غالب الكلام هذايا راهو صحيح. على خاطر علاش صحيح؟ يعني نشوفوا فيها ديون للركبة ونشبيها للركبة، ما نشوفش نقولوا لا، كلام صحيح. إذا شنو هي هذا الشعار اللي يكون يتعطاه؟ يتعطى للخويان اللي تقدموا لرئاسة الجمهورية التونسية، هكا ولا؟ احنا قروا اللي هما كلهم التوانسة باهين طيبين، وكل سامحوني. اتفرجت عليه في 26 ولا 25 وكلهم باهين يقترحوا اقتراحات طيبه. انا املي الوحيد اللي ترشح رئيس جمهوريه يجمعك اللي ترشحوا الكل، وكل واحد الاقتراح بتاعه فانا اطار. صدقني اكل توافق هذاك الرئيس الكل وكل الحوارات وكل البرامج اللي يجمعوها الكل، والله باذن الله بتخرج. وبالنسبه للديون ها نقول اخويا كيفاش تم يلزم العامل ورجل الاعمال يلتحموا في مسير تونس للتنميه. تو تنحى الديون، الديون مناش على خاطر العمل نقص قيمته في تونس. والمال الركبه علاش؟ ها رجع للعمل قص قيمته. احنا كان خدموا الخيان كل تواسى بضمير وطني، علاش الماء يوصل هكا للسور؟ ما وصلناش للشيء هذا. كيف الديون؟ لو كان جينا خدمنا على واحد وفرنا الغذاء ولو احنا بكل شيء ما يلزم، رانا لاباس علينا. هذه ابسوردو كما يقول القاوري، معناتها ما تجيش هذه المثل هذا علاش؟
خاطر المال نورمالمون يبدا موجود ويلزم يكون موجود، يبدا موجود ويلزم يكون موجود في دولتنا التونسيه، خاطر الشعب فيها برشا شعب فقير، بلادنا تسحق تمويل، بلادنا قاعده تتمول من الثوره لتو تمولت 2500 مليار، يلزم البلاد الفلوس هذيك ترجل بها المشاريع وترجل بها البطاله وترجل بها كل شيء. بلاد هذيا المال الركبه كله حكايه زايده، هذه احزاب قاعدين يتعاركوا مع بعضهم. وديول للركبه، ديون للركبه هذه ما فماش نورمالمون، سامحني للركبه، ديون ديون للرقبه نورمالمون هذه ما تمجيش ديون للرقبه. وبلادنا من الثوره لتو، من اللي بدات الثوره لتو دخلت برشا هيبات، برشا مليارات نتاع قد التمويل الدوله الكل. بلادنا عندنا فلوسنا وعندنا كل شيء وكل واحد ياخذ حقه. قداش احنا مثالين مع الدول الاخرين، اما صحيح هاك شوف العيشه كيفاش وليت، يعني الفيضانات هي برشا حاجات برشا حاجات، اما ان شاء الله فتح ان شاء الله يتحسن ان شاء الله في الانتخابات الجايه، وما واحد يشوفوا شنو صار في مع الاحزاب يعني القديمه وكذا، ويطورونا ان شاء الله يطورونا على الاقل، مو هكا يحسنوا البلاد شويه هكا حتى في برشا حاجات. يعني مش هذا الموضوع، مش هذا الموضوع، انت بيدك تمانيبيولي في الشعب الكل، مش ما مش ذو. شنو رايك في الشعب؟ ها؟ شنو رايك في الشعب؟ مش وقت وتافه، مش وقت وتافه، عليه عرفوه توا اليوم، هو عرفوه اليوم، عنده اعوام اعوام واعوام واعوام. هذا شعار تواسه؟ برا وللصحيح يا ودي، برا وللصحيح، الصحيح مش غادي، مش في المثليه، ومش في تقاسم الميراث، ومش في الماء. البلاد عندها 50 سنه تعوم، برا وللصحيح. ما تسوت شنو صحيح؟ هذا وليوسف الشاهد. شنو صحيح؟ الصحيح ما تسوتوش للنهضه ويوسف الشاهد، تو توليو لاباس. شعار التوانسه قبل الانتخابات المال الركبه وديول الركبه، رايك؟ والله كلام صحيح. تو بالنسبه للامور هذه نتاع الكلام تقول فيه صحيح، بقينا حاجه واحده. تو مثلا الرؤساء هذوما 26 واحد متقدمين للرئاسه، في بالك باش يفضوها المشاكل؟ كان عينهم باش يفضوها، راهم فضوها في العشر سنين اللي فاتوا. مثلا نعطيك ابسط حاجه، البنك التونسي الفرنسي باه ما فضهاش بورقيبه، معناها المشاكل ما فضهاش الزين. العشر سنين هذوما نتاع التروك مثلا كيما نقولوا ما جات ثوره هي ولا، علاش ما نجموش يفضوها الحكايه نتاع البنك الفرنسي؟ هاي مرهونه تونس، نجم يفضوها مثلا كيما نقولوا جماعه الترويكا جماعه النهضه، شباهم عملوا خذاو التعويضات، شباهم ما فضوهاش حكايه، كان عينهم على البلاد ويحبوا تونس بالحق ويحبوا ينقذوها، علاش ما فضوش المشكله نتاع البنك الفرنسي والبنك التونسي؟ كان عينهم معناها يحبوا ينظفوها البلاد وينحوا الفساد، هما اكبر فساد، كان حابوا يفضوها لم فضوها بالنسبه لتونس، خاطر ما يحبوهاش البلاد، وكلهم هذوما الرؤساء اللي 26 واحد مقدمين رواحهم، ثم اللي شدوا 10 سنين ومازالوا مقدمين رواحهم، ويحشموا على رواحهم على الاقل، يخلوا ناس اخرى تخدم البلاد. اي صحيح، موجود هذه المال للركبه والديون للرقبه، مش حتى للرقبه، للشوش جنا. فات الرقبه؟ فات الرقبه ياسر. خويا اسمعني، وما ثماش حكومه تخدم تونس بنصيحة، نقول لك انا راني نحب نتكلم، وما ثماش شكون يجي ويخدم تونس بنصيحة، ما يجي كان السارق وخوه، شبابها ضاع، شاباتها ضاعوا، خي نحنا تو كنا ننتخبوا، الراح انتخب، أولاد يحطوا الشباب خلي يخدم أرواحه. نحب الشباب هو اللي يحكم، نحن يا يحكمها بنصيحه يا يحكمها بمحايده. خي انت تجيني عمرك 97 سنه وتحب تشد رئيس دوله، تجي 98 سنه وتجيب تحب تشد رئيس دوله، ايش خلي الشباب، هاو الشباب قاعد طايش، خلوا الشباب يخدم، يا ينجرها يا يهلكها، كان اهلكها مش تهلك هو معاها، كان نجرها مش يتنجروا معاها. شباتها وشبابها ضايعين، اللي كلاه البحر كلاه، واللي كلاه الارهاب كلاه، واللي مشى قطع سوريا ومشى قطع، معناها شبابها عاد هارب من بلاده، معيشتها ما عادش مسايساته،
وما يجي كان حشاك ما يجي كان اللي يركب على كتافنا. كان يطلعوا بقلوبهم يهزوا البلاد البلاصة بها ولا يحبوا يهزوا يزيدوا يغرقوها يعني. انت وال انت وال صحيت انت والعباد اللي غادي هيك انت والعباد اللي موجودين يعني انت وال يعني شو نقول لك البلاد دي ماشي بلاي في حياتي خليها ساكت هكا واحد يصلح منها ومنها هكا